أما عمليه طبعا التعريف يعني له عمليه النظام الدولي له بيان منذ مئات السنوات فيما يتعلق بالاقليات، لكن ذلك لا يطبق. ونلاحظ ان لجنه العمل في الامم المتحده كلما ارادت ان تضع تعريفا لحقوق الاقليات تواجه مشكله من قبل الغرب. اذا لماذا مثل هذه المقاومه؟ اريد هنا ان استنتج اذا كانت التعريفات واضحه، مثلا الاقليه ماذا تعني الاقليه؟ من هو المدافع عن حقوق الإنسان؟ وماذا تعني حرية البيان أو حرية التعبير؟ آنذاك سوف تتوفر الآليات، سوف لا تتوفر الآليات للعمل المزدوج أو الزواجية التعاطي، أو إذن أنهم. ولذلك نلاحظ أن الأمم المتحدة عاجزة عن إصدار أي بيان في خصوص قضايا مختلفة، لألا طبعا تحت ضغوط الغرب، حتى لا يعرف العالم أو الرأي العام يتعرف على هذه التعريفات. ولكن هذا التفكيك لا يؤخذ به بعين الاعتبار ولا يراعى. في المقابل يأتون ويتهمون الدولة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثلا إذا قام الشخص ببعض الأمور التي هي المخلة بالأمن أمن البلاد، وهذا هذه ظاهرة ليست خسرا أو حكرا على إيران، بل الكثير من الدول هناك مثل هذه الأمور تحدث. ولكن فجأة تتشكل لجنة أو يأتي فريق غربي يطالب بإطلاق سراح ذلك الشخص، ويعرفونه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان وأنه شخصية أو ناشط في مجال حقوق الإنسان، علما انه ارتكب جرائم اخرى، وعلى هذا الاساس يقومون ببث دعايات ضد دولته. ونحن لاحظتم في المحاولات الاخيره هناك بعض الامور، مثلا اشخاص ارتكبوا جرائما او ارتكبوا اخطاء ما، والقانون عملهم كمجرمين. لاحظنا انهم وفورا ربطوا هذا الموضوع بموضوع حقوق الانسان، وعليه فإن ذلك يعتبر نقطة مهمة. أما فيما يتعلق بموضوع الأقليات فإن الكثير من المراقبين الدوليين يعرفون جيدا أنه في إيران، إيران تشكل موزايك جميل جدا للأقليات وللتمثيل الأقليات في داخل البرلمان. لدينا ممثلون عن الأقليات، وأيضا في المحافظات حسب عدد التعداد السكاني هناك نائب واحد مثلا يمثل كم ألف من الأشخاص، في حين أن الرعاية الأقليات لا يراعى هذا العدد فيما هذا التعداد بالنسبة لهم. إذن هناك تنوع في نظامنا فيما يتعلق بالقضايا الثقافية. في محافظاتنا لدينا طبعا دور تلفزة ومهرجانات ثقافية خاصة بالإيرانيين من مختلف الأقليات، هذه ظاهرة رائجة في جميع المحافظات في البلاد. هناك معارض الكتب، مهرجانات فنية، مهرجانات سينمائية. الحقيقة هذه نماذج من التعاطي الصحيح في إيران مع قضية الأقليات، ويثبت بأن الأقليات لا تشكل مشكلة في إيران، والأقليات يعني يتمتعون بنفس إلى نتيجة الفقوق. دائما البلدان، يبدو أن بلدان محددة وذات سياسة وذات ربما رؤية ربما تختلف عن رؤى الكثيرين، خاصة الذين يعني لهم اليد الطولة في عالم اليوم، ما المبادرة لكي لا تكون هي دائما في قفص الاتهام؟ هل من مبادرة ما، هل من رؤى ما، لكي تنتقل من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، حتى تبين أيضا الطرف الآخر لديه الكثير من الإشكالات، وليس الإشكالات فقط في هذه البلدان، ومنها يعني هذه البلدان التي دائما يقال عنها بأنها ترتهك حقوق الإنسان؟ نعم سيد بحرين.
في حقيقة الآن أن إيران يتميز بوضع تتميز بوضع خاص، وأن ذلك ناجم عن الجهود المنظمة لممارسة الضغط عليها، وهذه الضغوط ضغوط متفوقة ومتميزة في فرادتها، أي أن الغرب يتبع استراتيجية خاصة وفريدة تجاه إيران ويصرف جهودا مضاعفة من أجل ممارسة الضغط السياسي على إيران، خاصة فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان. عندما نواجه مثل هذا الجهد أو المساعي المضاعفة نتوصل إلى هذه النتيجة، إن علينا أيضا أن نبذل جهدا مضاعفا لتبيان الحقائق في إيران، أي لغتنا يجب أن تكون لغة ناطقة معبرة، وإن نفس وهذا ما تفعله إيران حاليا بصورة رسمية في الأوساط والمجاميع الدولية، يجب أن يكون لنا حضور مستمر وأن نعرف بأنفسنا وبأدائنا، ونستفيد أيضا من الأداة الإعلامية، ونفس ما يفعله هؤلاء يجب أن نستفيد من وسائل الإعلام لكي نقدم باستمرار معلومات صحيحة فيما يتعلق بأدائنا بخصوص حقوق الإنسان، حتى نستطيع أن نحبط تلك المساعي الموجهة ضدنا ونعطي صورة حقيقية ونرسم الطباعات صحيحة وواقعية لدى الآخرين، الرأي العام والحكومات فيما يتعلق بالنظام السياسي في إيران والحقائق الموجودة في إيران، وإن ذلك سوف يساعدنا على أن تكون تلك الجهود مثمرة. إذن مشاهدين الكرام، في نهاية هذه الحلقة شكر للسيد علي بحريني مساعد رئيس دائرة حقوق الإنسان في الخارجية الإيرانية. سيد بحريني شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام، حتى الملتقى في الأسبوع المقبل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.